الراديو 90-90 هواها مصري. النجم محمد هنيدي بواب العبارة على الراديو 90-90. مين؟ الأستاذ محمود مجانس الله يرحمه؟ أنا مش مصدق نفسي، أنا بحبك أوي يا فنان، ده أنا حافظ دورك في فيلم الفانوس الساحر زي اسمي. إيه العبط ده يا جمعة؟ ده أنا. بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك سامع الصوت اللي أنا سامعه ده يا أستاذ محمود؟ يا جمعة ده أنا، شيرين. شريف مين؟ يوه شيرين يا جمعة، شيرين اللي في الـ 18. وإيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ يعني إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده يا شيرين؟ أنت قلبتي؟ قلبت إيه بس؟ ده أنا كنت بسوق العجلة. أيوه مش فاهم يعني إيه علاقة العجلة باللي أنت عاملاه في خلقتك ده؟ أعمل إيه يا جمعة بقى؟ ما أنا مش عايزة حد يضايقني. أيوه أنت عليك ديون يعني، وخايفة حد من الديانة يشوفك؟ يا جمعة أفهم، مش عايزة الناس تضايقني وأنا سايقة العجلة. أيوه ماني مش فاهم برضك، هيدا يجوكي ليه؟ أنت سرقاها؟ لو سرقاها صرحيني وانا مش هقول لابوكي. لا طبعا ما تخافيش، والله ما هقول له. طب انا قلت له اني شفتك بتشيشي. يو يا جمعه افهم، الناس لما بتشوفني سايقه العجله بتستظرف، فبضطر اتنكر واعمل فيها ولد. بتستظرف ازاي يعني؟ ايه المشكله يعني لما تسوقي عجله؟ ما انا عمتي بتسوق فيسبا وعادي يعني. اللي يقول لي انت مش كبيره على الحاجات دي، واللي تقول لي خليته الي رجاله، واللي يقول انت نازله تبيعي لبن، واللي يقول لي معاكي جورنال الاهرام. الاهرام هي حصلت؟ اه. واللي غني لي طب ليه بيداري كده وله داري كده، قديم قوي ده. ايه العسل اللي احنا فيه ده؟ شفت بقى؟ طب ما تحط السماعات في ودنك وخلصينا يا ست. اهو منك ما تسمعيش حاجه من اللي بتتقال، ومنك برضك ما تسرعيناش بهيئه فندام دي. ما انا لازم اعمل كده عشان ما حدش يصورني. انا قلت من الاول ان انت سارقه العجله. يا سيدي مش سرقاها. امال الناس هتصورك ليه؟ طيب مش عارفة، بس من أسبوع كده كنت سايقة العجلة، وبعد ما روحت لقيت واحدة صاحبتي بعتلي واحدة مصوراني ومنزلة الصورة وكاتبة عليها الله عليك يا بنت مصر صوري وركبي عجل، ولقيت ناس معرفاش عمالة تبعت تقولي شابوه بجد، وانا مش فاهم عملت ايه اصلا. طب ما دي حاجة يعني كويسة، ايه اللي مضايقك طيب؟ يا سيدي انا عايز امشي براحتي، هما يغنولي ليه بيداري كده؟ يصوروني؟ هو انا معجزة؟ يعني انت بهيئتك دي محدش هيصورك؟ اهدي، ما يصوروك ويكتبوا شاهد قبل الحذف توك توك سايق عجلة. توك 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 بقى هعمل ايه يعني يا جمعة؟ ولا تعملي حاجة ولا ليك دعوة بحد، يعملوا اللي يعملوه. وخديها مني نصيحة يا بنت الناس، طالما ما بتأذيش حد ما يهمكيش كلام الناس. وعلى رأي العبارة اللي بتقول الناس ملهاش غير في المرازية، اعمل اللي على كيفك ان شاء الله تسوق عجلة بدل العربية. وامشي عشان دماغ وجعاني دلوقتي. ايه المنظر ده؟ بواب العبارة مع النجم محمد هنيدي على الراديو 90-90.